ما هو معروف تنحتفلوا به في كل شهر كريم، كل مرة في الشهر الكريم تيكون المعرض بالمواصفات ديالو طبعا، بالحضور ديال مجموعة من العارضين لمختلف المنتوجات اللي هي تتمثل واحد يعني اختلاف فيه ثقافة المغاربة، وفيه منتوجات متعددة لكل ما يخص المرأة المغربية في بيتها في الشهر الكريم وفي الحاجيات ديالها اليومية. كانت قد تمت دعوة مجموعة من الوجوه، الحمد لله كان عدد كبير البارحة اللي لبوا الدعوة، وأكيد أنا ما تنظن أن لما لباش الدعوة إلا أنه عذر أنه ما جاش. كاين مجموعة طبعا من الأسماء كبيرة، وكاين كوساسوا من في مجال الغناء، في مجال التمثيل أو الأنفلونسرز. معرض البازار الحمد لله عنده واحد نقدروا نقولوا واحد المكانة في الشهر الكريم، فتنظن أنه كل عام يعني أكيد غادي يكون واحد تقدم في التنظيم، واحد تقدم في بارابور يعني العارضين، يعني تنستافدوا من الأخطاء ديالنا شيء ضروري، لكن الحمد لله كل إيديسيون عندها الصبغة ديالها. جينا للصالون هنايا بازار pour présenter les produits ديالنا اللي هما سي دلور 18 كارات اللي فيه دي موديل، فيه دي موديل بلدي، موديل رومي. بالنسبه للرومي فيهم دي برودوي دامبورطاسيون، دي برودوي لوكال، وبالنسبه للبلدي سي 100% ماروكان، برودوي ديال لوزين ديالنا. دونك حنا جينا هنا البازار بار اوبجيكتيف برينسيبال سي دو فوندر، ان ميم طون سي غاني اون نوفيل باز دو دوني. Donc inchallah dans ce cas-là ana j'invite les gens باش يجيو هنايا البازار يشوفوا ماشي غير ذهب، حيت ما كاينش غير ذهب وحديته، كاين ذهب، كاين حتى دوطغ، كاين لا هوت كوتور، كاين دي برودوي، كاين لو بري ا بورتي بور فام، يعني كاين اون ديفيرسيفيكاسيون، il y a quelque chose à voir.